كل يوم عامر بزاف. مشاهدي قناة شاب قناة شوف تيفي، مرحبا بكم في هذا البث المباشر مباشرة من مدينة المنصورية. كما شفتوا معايا مشاهدي الكرام، حنا كنتواجدوا في اللحظات هنا في شاطئ الصابليط. آلاف المواطنين اللي جاوا هنايا باش أنهم يتبحروا ويستمتعوا بالجمالية والروعة ديال شاطئ الصابليط. كيف ما كتشوفوا معنا أن اليوم البحر عامر لواحد الدرجة اللي ما كتصورش. الناس صيفوا بكري هذا العام هذا، يعني حنا كما كنقولوا في شهر 7 البحر مبلوكي، ما غتلقاش بلاصتك هنايا. كيف ما كتشوفوا معنا مشاهدينا ومتبعينا، فكيجي رفقة العائلة ديالو، كيجي رفقة الزوجة ديالو، كيجي رفقة الأهل ديالو باش أنه يستمتع بالجمالية والروعة ديال شاطئ الصابليط. فكنتمناو منكم مشاهدينا أنكم تحافظوا على النظافة ديال الشواطئ ديالكم. كنتمناو أنكم إلا جيتوا لقيتوا البحر نقي فخليوه نقي، خصوصا أننا كنعرفوا أن بزاف ديال الناس كيجيو لهذا البحر هذا، بزاف ديال العائلات بزاف ديال الأهالي كيجيو لهذا الشاطئ هذا، كيختاروا هذا البحر هذا كواجهة لهم باش أنهم يتبحروا فيه ويستمتعوا بالجمالية والروعة ديالو. فما عرفتش لكم يعني كما قلنا، واش أنتم في المدن ديالكم البحر عامر بحال هذه الدرجة هذه، واش أنتم في المدن ديالكم عندكم هذه العمورية؟ فتخيلوا معايا أن آلاف المواطنين الإخوان، تخيلوا معايا أن في مدينة المحمدية اضطروا يعني في شاطئ الصابليط أنهم يديروا باريير باش يحرسوا الطريق، يعني باعتبار أن الطوموبيلات ما بقاوش لكن كيفين غادي يدخلوا الطوموبيلات. فتشوفوا كما كتبوا معنا مشاهدينا، يعني آلاف آلاف مواطنين، يعني كما قلنا اللي جا كاين اللي جا من المحمدية، كاين اللي جا من البرنوصي، كاين اللي جا من الدار البيضاء، كاين اللي جا من زناتة، كاين اللي جا من حرودة، كاين اللي جا من تمارة، كاين اللي جا من الصخيراش، كل واحد ومنين جاي باش أنه يجي ويتبحر في الشاطئ هذا اللي كما قلنا أنه بحر زوين اللي هو واعر بزاف. هذه البلاصة هذه نقدروا نقولوا بعض الناس ما غاديش يعرفوها، ولكن أنا غنوري لكم يعني كاين اللور ديال المنصورية، يعني ما بين المنصورية وما بين يعني كما قلنا شاطئ الصابليط وسيدي محمد الشرقي، راه واحد المياه اللي هي روعه الاخوان. انتم الاخوان يعني كانك يعني بحال يعني شوفوا معايا واحد المياه اللي واعره بزاف الاخوان، شوفوا معايا يعني كما قلنا واحد المشهد اللي رائع، يعني تخيلوا معايا انا واحد المياه اللي جميله بزاف كيف ما كتشوفوا معايا مشاهدينا متبعينا، مياه رائعه. فانتم كما كتشوفوا، ولكن هذا هو الصابليط اللي نقدروا نقولوا كيجيو الناس كيحبوا الناس كيبغيو الناس يعوموا فيه باش انهم يستمتعوا بالجماليه والروعه ديالو. كاينه واحد المنطقه اللي كيجيو هنا الوليدات، يعني بعض المراهقين وبعض الشباب اللي كيبغوا انهم يتلاحوا في القمه ديال الصخر. ها هما كما كتشوفوا، كاين اللي كيعجبهم انهم يتلاحوا في القمه، كاين اللي كيعجبهم انهم يتلاحوا في الصخر، يعني كما قلنا كيضربوا تلاحيات. فهانتوما يعني خويا ايوب، لا لا هذا البحر اخويا محسوب على المنصوريه اخويا العزيز، يعني المنصوريه يعني من الواد لهذ البلاصه اللي حنا واقفين دابا فيها دابا محسوب على على المنصوريه، ومن الواد للجهه ديال المحمديه فراه محسوب على مدينه المحمديه، الجهه اخويا العزيز المنصوريه. يعني هانتوما كما كتشوفوا معايا مشاهدي شفتها في يعني مباشره من قلب مدينه المنصوريه، كما كتشوفوا معنا مشاهدينا الكرام. يعني بزاف ديال الناس ما عارفينش التقسيم، بزاف ديال الناس ما كيفرقوش يعني بين المحمديه والمنصوريه، تقول لك الصابليط الصابليط راه محسوب على المحمديه، راه الصابليط محسوب على المحمديه ولكن راه فيه جوج، يعني من جهه الواد المحمديه محسوب على المحمديه، ومن الواد لهنايا جهه المنصوريه محسوب على المنصوريه. يعني اللي جيتو تشوفوا هنا الاخوان غتلقاو هنايا حتى في النص محسوب على عناصر الامن الوطني، والنص الاخر تابع للتراب ديال المنصوريه تابع على عناصر الدرك الملكي، يعني كل بلاصه ولاش محسوبه. يعني كيف ما كتشوفوا معنا مشاهدينا ومتبعينا، يعني كيف ما قلنا ان اليوم الصابليط عامر بزاف، يعني بزاف ديال الناس جاوا انهم يتبحروا ويستمتعوا بالجماليه والروعه ديال هذا الشاطئ هذا. ما عرفتش فيت لكم زرتوا هذا الشاطئ هذا، غير هو واحد البحر اللي هو جميل، وكاين واحد البلاصه ديال اللي كما كتشوفوا معايا انها يعني مياه زرقاء، هنايا الناس كيجيو كيعوموا في هذه البلاصه هذه، يعني كيف ما قلنا واحد المياه اللي هي رائعه صراحه، يعني يعني بحال كتقول يعني كانك يعني شوفوا معايا واحد المياه رائعه. المنقي تخيلوا معايا الاخوان، المنقي لدرجه ان الصخر اللي تحت كيبان الاخوان انتوما، يعني كما كتشوفوا المنقي لواحد الدرجه اللي ما كتصورش، نقي بزاف هذا الماء هذا. فهذا الشاطئ بين الشواطئ اللي ما كيعمروش بزاف هذا، ماشي هذا الشاطئ هذا، اما هذه البلاصه اللي واقفين فيها حنا دابا يعني ما كتعمرش بزاف، حتى الناس ما عارفينهاش بزاف. فانتما كما كتشوفوا هذه بحال البحيره كتجي هنايا، يعني كيعوموا الناس كيتبحروا كيف ما كتشوفوا معايا مشاهدينا ومتبعينا، يعني مباشره من مدينه الزهور، يعني من نواحي المحمديه بالضبط هنا في جماعات المنصوريه. كيف ما قلنا ان الاف المغاربه الاف المواطنين جاوا هنا باش يتبحروا ويستمتعوا بالجماليه والروعه ديال شاطئ الصابليط. كيف ما كتشوفوا معايا يعني كل واحد ومعاه من جاي، كاين رفقة الزوجه ديالو، كاين رفقة الاهل ديالو باش انه يجي ويعوم ويتبحر ويستمتع، يعني كيف ما قلنا
يعني كما قلنا ان هنايا كيجيو باش انهم يستمتعوا بالجماليه والروعه ديال الشاطئ هذا. فكنتمنى انكم تبارطاجيو هاد اللايف هذا وتخلوا لنا التعليق وتقولنا واش فايت لكم شي شو هاد البحر هذا، واش فايت لكم تبحرتوا في الصابلات ولا هادي اول مره غادي تشوفوا فيها الصابلات. يعني كاين بعض الناس بزاف كيبغيو انهم يجيو لهاد الشاطئ هذا، كاين اللي كيبغيو انهم يتبحروا في هاد الشاطئ هذا وما كيسعفوش لحد نظرا للبعد ديال المسافه. فكما قلنا هذا هو شاطئ الصابلات والجماليه والروعه ديال شاطئ الصابلات اللي كما قلنا انهم بزاف ديال الناس كيجيو ليه كيتبحروا فيه. فهذه رساله كنبغي نوجهها الاباء والامهات، كنتمنوا يعني من جميع الناس اللي كيجيو يتبحروا انهم يحضروا رؤوسهم، ردوا البال لوليداتنا، ما فيها باس اننا جينا نعوموا نراقبوا ولادنا. حتى هانتوما يعني كما كتشوفوا الناس راه كيعوموا هنا عادي، فشوفوا معايا لداخل الاخوان يعني الناس كيتلاحوا كيتلاح من الصغار، كاين اللي كيغامر، كاين بزاف د الحوايج. يعني هذه رساله للاباء والامهات، نحاولوا اننا نراقبوا وليداتنا، نردوا البال مع وليداتنا، بغينا نعوموا نعوموا، ولكن ما فيها باس اننا نحضيو وشكون هناك الرقابه. الى هنا مشاهدي قناه شاب انا شفت في وقت القدر، على امل نلقاكم باش مباشر اخر. شكرا ولا لا.